اتيولوجي. ممتاز. وين انا رايحه؟ يس، هون قلنا اكثر شيء هي بكتيريال انفكشن، وامانج البكتيريا في ستريبتوكوكس نيموني، في اتش انفلونزا، وفي ماروكسيلا كاتراليس. والستريبتوكوكس نيموني هي برضه محتل اكبر نصيب من البكتيريا انفكشن. هلا تتذكروا المره الماضيه كمان حكينا انه ايش دور الفايرال انفكشن. وجدت الدراسات انه بيجونا مرضى بيجوا بقول لك السيناريو كالاتي، بقول لك انا قبل اسبوعين رشحت مثلا رشحه محترمه او فلوزه محترمه، قعدت لها 3 4 5 ايام، والله يا دكتور ما ارتحت يومين الا رجع عندي هيداني ملتهبه. السيناريو كالاتي: فايرال انفكشن على الطريق على شكل رشح، على شكل انفلونزا، بيدوب بيطيب من الفايرال انفكشن يوم يومين ترجع عنده اوتيتس ميديا، بكتيريال اوتيتس ميديا. فهي بنسميها سكندري تو فايرال انفكشن. يعني اول شيء فايرال انفكشن بيجي على شكل كومن كولد اللي هو رشح او فلو انفلونزا، بيطيب يوم او يومين بيجي عنده سكندري بكتيريال انفكشن. طبعا شو تفسيرها هاي؟ بيكون السبب انه الاوستيكيان تيوب مفلل فيه يعني فلويدز، فيه افيوجن من الفايرال انفكشن، سببت انه التيوب زي كانه مسكر، فصار عندنا ديس فانكشن. يعني التيوب الاساس فيه انه كل الفلويد اللي بتيجي بتجمع فيه ينزلها على الجي اي ويتخلص منها الفلويدز، ما يضلها محشره بالتيوب. كونه التيوب ضل محشر فيه فلويدز وافيوجن من الفايرال، فبصير عنده ديس فانكشن، شغله مش تمام. الميوكوزال سويلنج، الميوكوزا هاي اللي بتعمل لايننج لكل الميوكوزا الكافيتي، هاي بتصيرها سويلنج جاي من الفايرال انفكشن. فيعني يعني بنحكي بنقدر نحكي انه الاميونيتي تبعت هذا المريض صارها امبيرمنت. كون الاميونيتي امبيرمنت فبصف تيجي البكتيريا بتقول لك اه والله الاميونيتي امبيرد، تعالوا اعمل اوتيتس ميديا. فبكون اول شيء عندي فايرال انفكشن اثر على الاميونيتي من خلال انه الاوستيشن تيوب ديس فانكشن وميوكوزا سويلنج، فبصير سهل انه يصير عندنا بكتيريا الاوتيتس ميديا. فهاي البكتيريا انفكشن اجى سكندري تو ذا فايرال انفكشن. تمام. وجدت ايضا الدراسات انه ستريبتوكوكس نيموني هاي الاكثر بكتيريا موجوده، بعد فتره صارت بنسلين نون سسبتبل. ايش يعني نون سسبتبل يا جماعه؟ بنسلين نون سسبتبل يعني غير حساس للبنسلين. ريزيستنت بين قوسين ريزيستنت، او هي موجوده اوريدي هون ريزيستنت. هو اصلا بكل البنسلين انتي بايوتيك اول شيء اخترعوا البنسلين صح، بعدين صاروا الاموكسيسلين والنافسلين وهي القصص. فانا البنسلين هو اول دواء وكانوا يستخدموه، حتى هو البنسلين عندنا البنسلين جي وفي، في شيء اورال شيء اي في. فكثرة استخدامه صارت البكتيريا ايش ريزيستنت له، فصارت نان سستبل او ريزيستنت. تقريبا نص المرضى او نص البكتيريا. نعم. هلا ممكن احنا من الاعراض نميز بين اذا كان الاصابه بكتيريا او فيروس؟ لا خلص، اوتيتس ميديا اغلبها بكتيريا، ما بميز فيرال او بكتيريا. اذا عندي اوتيتس ميديا دعتي انتي بايوتيك. تمام. وفي في فيها تفصيلات احنا ندخل شوي بالتريتمنت. هلا كديج الاتيولوجي ما دام عم يحكي لي انه اغلبه بكتيريا، خلص بتعامل معه انه بكتيريا الانفكشن. اوكي، ما بيميز لي بكتيريا عن فيروس الا عمل كلتشر. واحنا حكينا الكلتشر مش ريجولر تيست، مش ريجولر تيست اني ادخل ابره واطول فلويد واعمل كلتشر. طيب دكتورة، طب ادوية الانفلونزا ادوية هاي اغلبها تكون او تي سي دكتورة؟ يعني الصيدلاني بيعطي الأدوية، بيعطي فيرال يا بيعطي بكتيريا، يعني كيف بدي أعرف الصيدلاني مثلا؟ ما الصيدلاني عم بحكي لك إنه هو أغلبه بكتيريا، لازم يعطي أنتي بايتك، ما في أنتي فيرال. ما دام الإيتيولوجي، ما دام أنا عندي أوتيتس ميديا من السيمبتومز، شو بحكي هيك هيك السيناريو. السيمبتومز على الأغلب أوتيتس ميديا، على الأغلب بكتيريا، أعطي أنتي بايتك. يعني من ضمن الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشنز الاوتيتس ميديا هي بكتيريال انفكشن، فلازم نعطي مضاد حيوي. يعني اذا انت
للسيمتوم شاك انها اوتيتس ميني اعطي مضاد حيوي. هلا بنحكي فولس فايرال انفكشن مش في هاي اوتيتس ميديا، فايرال مو اوتيتس ميديا، فايرال من الكومن كولد من الرشح. فبتيجي الاوتيتس ميديا بكتيريا. طب خلينا نتريت مثل وقتها، ما بدي استبق الاحداث. فانا تقريبا نص البكتيريا دول السبتيكوكس ميني صاروا ريزيستنت للبنسلين. طب شو بدنا نعطي؟ اذا ريزيستنت للبنسلين رح تكتشفوا ان الدراج اوف تشويس هو الاموكسيسيلين وليس البنسلين، وبتجاوب عليه كويس. الاموكسيسيلين ممتاز بالاوتيتس ميديا. مثلا شوفوا ال 90% من ماروكسيلا كاتراليس ريزيستنت. ليه؟ لانهم بيفرزوا البيتا لاكتاميز. هذا انزيم شو بيعمل؟ هذا البيتا لاكتاميز بكسر البيتا لاكتام رينج، اذا بتتذكروا بالمايكرو بكسر البيتا لاكتام رينج وبالتالي بصير ريزيستنت. تمام. طيب السلايد اللي وراه بدنا نحكي شو الريسك فاكتورز فور اوتيتس ميديا. ليش في طفل بصير عنده اوتيتس ميديا وطفل ثاني ما بصير عنده اوتيتس ميديا؟ في ريسك فاكتورز. من ضمن الريسك فاكتور اللي هلا حكيناها فايرال ريسبيراتوري انفكشن. يعني هاي مثلا الفايرال ريسبيراتوري انفكشن بتزيد بالشتاء. الشتاء بيجي بتزيد بتزيد الفايرال انفكشن وبالتالي بيزيد السكندري بكتيريال انفكشن. اذا من الريسك فاكتورز فور اوتيتس ميديا الوينتر سيزون الشتاء. داي كير اتندنس انه بروح الحضانات. الطفل اللي بروح على الحضانه معرض يصير عنده اوتيتس ميديا اكثر من الطفل اللي ما بروح على الحضانه. وبالعكس كمان الاوتيتس ميديا اللي جاي من الحضانه بيكون البكتيريا ريزيستنت، لانه طبعا الحضانات بيكون 6 7، هدول الحضانات كمان الكويسين اللي بحطوا 6 7 بالغرفه، في بحطوا 20 طفل بغرفه، فاكيد حيكون حتى البكتيريا اللي ماخذها من الحضانه بتكون ريزيستنت كمان بكتيريا، ما بمشي معها اي مضاد حيوي. سيبلينجز ممكن الاخوان يعضوا بعض. ميل جندر كمان وجد دراسات انه الاطفال الميل اكثر من الفيميل عرضه انهم يصير عندهم اوتيتس ميديا. طبعا احنا لما نحكي ريسك فاكتورز مش كل شيء لازم يتفسر، في اشياء ما بنعرف نفسرها. توباكو سموكينج اكسبوجر، اذا كان الاب او الام مدخنه فالطفل معرض اكثر يصير عنده اوتيتس ميديا. اليرجيز، اذا من الطفل من النوع اللي عنده اليرجي لشيء معين فعرضته للاوتيتس ميديا اكثر. اللي بنولدوا ب هاي كليفت باليت اللي هي الشف الارنبيه، لانه اذا شفنا الصوره تبعت الكليفت باليت بنلاقي انه في برضه اناتوميكال ديفكتس، التيوب تبع الستيشن تيوب برضه فيه ديفكتس، فيه مشاكل، فبصير عرضه اكثر يصير عنده اوتيتس ميديا للطفل اللي عنده ارض اصلا شف ارنبيه اول ما بنولد. بوزيتيف فاميلي هيستوري جينيتك بريديسبوزيشن، هاي يعني شيء غريب انه الجينيتك بتلعب دور، انه ممكن اذا الاب والام كان بزماناتهم عندهم اوتيتس ميديا هيستوري فريسك للاطفال يصير عندهم اوتيتس ميديا، فالجينيتك بتلعب دور. تخيلوا الانفكشن، انا قلت لكم مره ان الجينات بتلعب دور بكثير اشياء. حتى الامريكان امريكان نيتيف امريكان معرضين يصير عندهم اوتيتس ميديا غير عن الباقيين. لو سوشيو ايكونوميك ستاتس، احنا قلنا سوشيو ايكونوميك يعني الفقر، بدخل فيه كثير اشياء، مثلا مش قادر يجيب دواء او البيئه اللي عايش فيها الطفل مش هالقد الهايجين عالي، بيكون صغار كلهم كثير موجودين بغرفه واحده، الاطفال بعدوا بعض، فيعني فيها كثير تفصيلات هاي اللو سوشيو ايكونوميك ستاتس. باسيفاير يوز، ايش الباسيفاير يا جماعه؟ باسيفاير لهاي دكتورة. اللهاية وجد دراسات انه الطفل اللي بيستخدم لهاية او مرضهم بحط كتير اصبعه في تمه ريسك انه يصير عنده اوتيتس ميديا اكتر من الطفل ما بيستخدم لهاية. يعني ما تقنعون ان اللهاية ممكن تكون نظيفة، يعني هاي اللهاية كم مرة بتوقع من تم الطفل؟ هل الام كل ما وقعت اللهاية بدها تروح تنظفها وتعقمها؟ مستحيل. فهي مصدر للانفكشن. lack of breastfeeding، طبعا breastfeeding بيعطي immunity للطفل، فاذا كان هو مش breastfeeding فهو الاميونيتي تبعته اقل من الطفل اللي عنده اللي بياخذ breastfeeding. immune deficiency برضه كل ما قلت الاميونيتي بيزيد.
الجاستروزيفيجال ريفلكس الجيرد، شو رأيكم؟ ليش الجيرد ممكن يزيد الريسك للأوتيتس ميديا؟ ليش دورها الجيرد؟ الجيرد بصير ارتجاع للجاستريك جوس المفرزات جوز تبع المعدة، فممكن ترجع بالعوم ومنها ممكن تصل للأنف. بالضبط. شو احنا حكينا الاستيشن تيوب اصلا لاساسه انه كل الفلويدز والاكسكريشن تنزل للجي اي تحت، هيك الشغل الاصلي. لما يكون عندنا جيرد بيرجع رجوع، هاي تيوب على فكره فاتح، هو مش وان واي، هو فاتح. فانا اذا عندي جيرد والجي اي كونتنت عم ترجع رجوع، عم بتدخل للدان من جوا، ففي ريسك للاوتيتس ميديا. هاي كلها ريسك فاكتورز فور اوتيتس ميديا، تمام؟ طبعا اذا واحد عنده اكثر من ريسك فاكتور، يعني موجود بالدي كير طفل وهو ميل جندر واللوس عنده يعني حاله فقر في بيته ومستخدم لهال، تخيلوا كم ريسك فاكتور موجود عنده للاوتيتس ميديا، فهو معرض يصير عنده اوتيتس ميديا اكثر من طفل عنده مثلا تو ريسك فاكتورز او وان ريسك فاكتور. الباثوفيسيولوجي شرحناه، نيجي للدياجنوسيس. سؤال، هل بنظركم السيمبتومز تبعت الاوتيتس ميديا هاي اللي حكيناها في البداية كافية للتشخيص هاي السيمبتومز؟ انا مع انه كافية السيمبتوم. ما هو ايش فيه يا جماعة؟ اكتر من اير ديسشارج، اكتر من انه عم بيطلع ديسشارج بالاير، اكتر من انه اذا كان كبير بقول لك انا عندي اير بين او تلجيا، وين السيمبتومز؟ هاي السيمبتومز، يعني هاي فيري سبيسيفيك. يعني في اشي تاني غير، وين راحت؟ بسم الله. في اشي تاني غير الاوتيتس ميديا بده يعمل لك اير بين، او غير الاوتيتس ميديا بطلع لك اير ديسشارج؟ ايش يعني هي الاي انفكشن بطلع اير ديسشارج؟ الطفل لما بشد بدانه هاي مش ساين للاوتيتس ميديا؟ لما يكون عندي فيفر معناه عندي انفكشن، بالعكس هاي سيمتومز كتير مميزه انه انا عندي مشكله بالدان. ثاني اشي، هل في داعي انه كل واحد بشد بديانه وبقول لك عندي ايه ديسشارج او عير بين اروح اعمل له تيمبانو سنتيز؟ ما هي ايش الكلتشر باي ذا واي؟ بدي اودي على الدكتور ويحط الابره ويطول الفلويدز واعمل له كلتشر، فلا كلتشر خطا، مش هي مش ريجولر تيست فور دايجنوسيس. فانا فعليا لا انا قصدي بدون كلتشر. انا ما بحكي عن ايش حدا حصل؟ معين، ايش حصل؟ حصل اذن، يعني يشوف اذا التمبانيك ممبرين اذا نافخ او احمر او ايش، يعني يشوف الساينس تبعت يعني غير السيمبتومز. مش صح قصدي نعمل كلتشر. ايوه، ما انا كان سؤال على الكلتشر، فهو صح. يعني انا مينلي السيمبتومز كثير واضحه، بلس لما بروح عند الدكتور هذا الجهاز اسمه اوتوسكوبي، نوماتيك اوتوسكوبي، بشوف الايردرم حمراء مش حمراء، هل في فيوجن، هل نافخه ورا الدان، هل ما مش نافخه. يعني هذا اوكي فيزيكال اكزامينيشن ما اختلفنا، بس هل لازم كله اعمل له كلتشر؟ لا، الكلتشر اللي جاي من تيمبانو سنتيسز نت بيرفورمد روتينلي. ليه؟ لانه هي تعتبر انفيسيف، بدي اوديه على الدكتور، بده يقعد. تخيل طفل، كمان طفل بده يضله قاعد، مش رح يضل قاعد ساكت، فهي هاي الطريقه كمان شوي بتغلب، يعني اللي تعتبر بروسيجر، فما بعملها الا في حاله واحده. شو هي يا جماعه؟ متى بعمل التيمبانو سنتيسز هاي شايفين الصوره، متى بعملها للدياجنوسز؟ اول شيء مش ريجولر دايجنوستيك بروسيجر، لان هاي انفيسيف وبدها وقت وتايم كونسيومنج وبدها دكتور اكسبرت عشان ما ياخذ الطبله. طب متى بعملها اذا؟ لما يكون ايش في عندي؟ يمكن انا ريكرنت يرجع ينصاب اكثر من مره في ريزيستنس انفكشن، هاي الطريقه صح. شو كمان؟ بس سكندري دكتوره، سكندري ايش سكندري يعني؟ هو اغلب الاوتايتس ميديا هي سكندري لفايرال، لا مش سكندري، ريكرنت انفكشن لحالة الكانسر دكتورة؟ كانسر لا برضه دكتورة، في حال عطينا الدواء ما استفاد عليه ممكن. يا عيني صح، في حال احنا قلنا ان الموست كومون هو بكتيريا، والموست كومون بكتيريا هي ستريبتوكوكس نيموني، وانا على الاغلب عارف مين الدواء اللي بغطي ستريبتوكوكس نيموني. فانا اذا اعطيت دواء بسميه الامبيريكال ثيرابي وتوقعت انه يتحسن المريض واعطيته الدواء يوم ويومين وثلاثه ويا رب السيمتومز، ما عم تتحسن، الفيفر ما عم بتقل، البين ما عم بخف، الاير ديسشارج ما عم بيقل،
ما في بنسميها ما في امبروفمنت، لا ساعتها وجبت لازم اعمل كلتشر اشوف شو هاي البكتيريا اللي مش عم تستجيب للدواء المفروض انها تستجيب عليه، ساعتها بعمل كلتشر. اذا متى بعمل الكلتشر؟ اذا اعطيت الدواء اللي المفروض اعطيه وما استجاب المريض عليه، ساعتها لازم اعرف شو البكتيريا عشان اعطي دواء دايركت للبكتيريا هاي. يمكن بكتيريا ريزيستنت، يمكن انا توقعت انها هي ستريبتوكوكس نيموني بس هي طلعت مش ستريبتوكوكس. زي ما حكيت هنادي ممكن يكون انه ريكرنت، يعني كل شهر شهرين الولد جاي عنده اوتيتس ميديا، كل شهر شهرين اوتيتس ميديا. طب انا كل شهر عم بعطيه نفس الدواء، بلكي هاي ريزيستنت بكتيريا، بلكي عنده اكثر من بكتيريا، فوجبت وقتيها الكلتشر. اذروايز انا ما بعمل كلتشر. تمام. فالدايجنوستس نسان سيمتومز مميزين، سيمتومز اذا كان عندنا صغار بصير عنده اير تاجنج. ايش يعني اير تاجنج؟ يشد في دانه، يشد في دانه، قلنا من الصغار ما بيعرفوا يحكوا، ايش ما بيعرفوا يعبروا الصغار، وبالتالي يصير يشد في دانه. الريتابل دائما بيعيط، دائما مش عارف ينام، بور سليبنج. ايتينج هابيت، بور ايتينج هابيت، بطل يشرب الحليب المفروض يشربه بالعاده، اكله خفيف. تمام. الكبار بالعمر لا بصير يحكي لك عندي اير بين، وبقدر يوصف انه هو مايلد مودريت ولا سيفير. في ناس بقول لك عندي اير فولنس، حاله سداني مسكره، بقول لك لا حتى اثرت على الهيرنج، انا هاي الشقه ما بسمع فيها بالمره، ففي هيرنج امبيرمنت. تمام. هاي كلها من السيمبتومز. من الساينس، فيفر يعتبر ساين تقريبا موجود ب 25 من المرضى، مش ضروري كل المرضى يجي عندهم فيفر، عشان هيك حكينا احنا one or more من السيمبتومز او ساينز. افيوجن، افيوجن حكينا انه في عندنا فلويدز اوتوريا، بصير عندنا اير ديسشارج، بشوف الاير ديسشارج، ممكن يكون انكومون يعني مش كثير موجود عند كل المرضى، ممكن يجينا عندنا وتايتس ميديا من غير اير ديسشارج. بالجنج تمبنج ممبرين، يعني تمبنج ممبرين فيه سويلنج، هذا ما ببين الا عند الدكتور لما بشوف بالاوتوسكوبي، بشوف انه والله انت غشائك الطبله نافخ لونه احمر مثلا. تمام. بصير عندنا ريديما فيه او كلاودي، يعني لونه غريب مش اللون الطبيعي تبعه، هذا كله الدكتور بيحكي لنا اياه. تمام. برضه ممكن يميز انه يجي الاوتيتس ميدا افتر فايرال، يعني هاي زي ما بقول لك انا بكون عندي المريض بيجي يقول لك انا عندي راني نوز كاف ونيزل كونجيشن، انا عندي رشح او فلو فلو، وبعد بيومين اجت عندي اوتيتس ميدا. هاي بنتاكد ان هي سكندري تو فايرال انفكشن. من اللاب داتا ممكن اعمل جرام ستيننج. ايش يعني جرام ستيننج يا جماعه؟ شو الفرق بين جرام ستيننج وكلتشر؟ يا احمد طيان، جرام ستين للبكتيريا. شو ايه دكتورة؟ بعرف جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، بس ما بعرف بكتيريا. الديسشارج اللي طالع، الفعل اللي طالع ممكن اعمل جرام ستيننج اي ثينك. طيب احمد، طيب احمد شو رايك شو الجرام ستيننج؟ كيف بعمله؟ شو هو؟ شو بفيدني؟ هل بيطول؟ ما بيطول؟ يعني شو بتعرف عن الجرام ستيننج؟ والله دكتورة بعرف بس انه بيفرق بين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طيب فكرك بيطول هذا التست؟ قديش يعني فكرك باخذ وقت؟ والله ما عندي علم. على المجهر هو ثواني بظن. اه على المجهر ثواني، مش ثواني، مفيش اشي ثواني في الدنيا، بس يعني سريع. الكلتشر لو بدي اقارن الجرام ستاند بكلتشر، الكلتشر بدها كثير وقت، بدها 3 4 ايام لتطلع نتيجه الكلتشر. هاي كمان نقطه ثانيه، ليش ما عم بعمل كلتشر ريجولر؟ لانه بدها 3 4 ايام. طب انا بدي اخلي الطفل من غير تريتمنت 3 4 ايام، هاي السبب الثاني ليش ما بعمل كلتشر على فكره، لانها بتطول لتطلع نتيجه. بالعاده لما بدي يعملوا كلتشر ببلشوا يعني بياخذوا الخزعه او العينه السامبلز، وبعدين بلشوا بامبريكال ثيرابي، وبعدين بكملوا اجراءات الكلتشر يعني. صح صح كلام، قبل ما نعطي انتبايتك نعمل كلتشر اذا ناويين نعمل كلتشر. طيب فهلا الجرام ستينج زي ما حكيتوا كلكم على الاقل، على الاقل بيعطيني معلومه هو بوزيتيف او نيجاتيف، ممكن هذا يعمل لك جايد بالتريتمنت. اذا طلع معك جرام نيجاتيف التريتمنت
توتالي لو كان جرام بوزيتيف بكتيريا. بس حكينا الكلتشر ما بتنعمل الا بحالات معينه زي ما حكيناها. طيب افرض الاوتيتس ميديا ما تعالجت، شو في ريسك لكومبليكيشنز؟ شو في كومبليكيشنز ممكن تصير بالاوتيتس ميديا؟ ماستويدايتس. ماستويدايتس هي احد الكومبليكيشن تبعت الاوتيتس ميديا. الماستويد بون هي هاي البون اللي ورا الاير اسمها ماستويد بون. هاي احنا كلنا عند مين فاتح حمود سكر السبيكر. هاي الدان العظم اللي ورا الدان يا جماعه الموجوده عندنا كلها اسمها ماستويد بون. بون هاي بكون فيها اير سيلز وموجوده هيك شكلها. اذا التهبت هاي الماستويد بون هيك بصير شكلها اسمها ماستودايتس. اذا الماستودايتس اذا انفكشن اوف ماستويد اير سيلز اوف ذا سكال، يعني هذا جزء من الجمجمه ماستويد سيل او بون، هذا البون اللي ورا العظم ورا الدان هذا جزء من الجمجمه. فاذا ضلت الاوتيتس ميديا ما تعالجت بصير التهاب بهذا البون فبنتفخ. هذا انتفاخ بالبون، لاحظوا هذا قديش حرام الانتفاخ واصل. شوف دان وين الانتفاخ، ففي انفكشن بوصل للسكال اذا ما تعالج الاوتيتس ميديا. تمام، هذا احد الكومبليكيشن. مننجايتس، يا سلام تخيل، يعني يكون الانفكشن بالدان ينتقل وين؟ للغشاء السحايا، فبصير عندي وين؟ مننجايتس. اوستيومالايتس التهاب في البون، اوستيومالايتس. انتراكرينيال ابسس يا حبيبي، ايش الانتراكرينيال ابسس؟ يصير عندي خراج جوا البرين. تخيل يا هاي كومبليكيشنز مش خفيفه، عشان هيك ايوه لازم تتشخص صح وتعالج. غلط ما نعالج الاوتيتس ميديا، لان الكومبليكيشنز تبعتها مش اشي سهل. هاي من الانفكشن. ممكن ستراكشرال بروبلم انها تنخزع الطبله بيرفوريتد اير درام. فانتريتد اكيوت اوتيتس ميديا ممكن يعمل لنا كرونيك اوتيتس ميديا اللي هي البيرفوريتد اير درام. كوليستيتوما، شو الكوليستيتوما؟ نرجع هاي الماستويد اير سيلز بتصير عندنا هاي كوليستيتوما ديستركتيف اند اكسباندد جروث كونستنتنج اوف كيراتينايزنج سكوامس. يعني في عندنا سكوامس سيلز بصيرها كيراتينايزيشن، بصير زي كيراتينايزد يعني زي الكيراتين. هاي اسمها كوليستيتوما، برضه موجوده بالماستويد سيل. هيرينج لوس، تخيلوا هو هذا البيبي اللي عمره اقل من سنه قادر يحكي لك انه ماما انا مش سامع منيح؟ ما راح يحكي لك. بس انت لقدام وانت مطنشه او مطنش انت الاوتيتس ميديا عم بتشوف لقدام انه البيبي ما عم بيستجيب عندك. هاي من الكومبليكيشنز انه البيبي بطل يسمع منيح لانه عندنا افيوجن، لانه عنده الاوتيتس ميديا تريتد، فبصير عندنا هيرينج بروبلم وبالتالي بصير عندنا سبيتش بروبلم. دائما يا جماعه حتى الناس الصم والبكم ليش هو ما بيحكي منيح؟ ومش لانه ما بيعرفش يحكي، لانه هو مش سامع. وبالتالي كونه مش سامع هو صغير ما عنده مفردات، ما عنده احرف. تمام؟ فالهيرينج بروبلم تؤدي الى سبيتش بروبلم. واضح لهلا يا جماعه الكومبليكيشنز؟ فالكومبليكيشنز انواع، ممكن يكون انفكشن، يصير عندنا ماستودايتس، يصير عندنا مننجايتس، ممكن يكون عندنا مشكله بالستركتشر انها يصير بيرفوريتد درام، وممكن يكون عندنا هيرينج بروبلم. هاي كلها تعتبر من الكومبليكيشنز تبعت الاوتيتس ميديا. واضحه؟ هلا الاوتيتس ميديا او اكيوت اوتيتس ميديا برضه انواع. يعني هلا احنا بنحكي الاوتيتس ميديا عندنا اكيوت اوتيتس ميديا وذ افيوجن وكرونيك، هدول الاول الثلاثه شرحناهم. طب الاكيوت اوتيتس ميديا برضه في لها سب ديفيجن، في لها انواع. النوع الاول اسمه سيرتن، يعني انا اذا بدي احكي هيك ممكن اعمل سلايد او بلاش هون تعرف كل واحد. طب والاكيوت اوتيتس ميديا برضه انواع، في عندنا سيرتن، سيرتن بسميها سيرتن اكيوت اوتيتس ميديا. النوع الثاني
هي موجودة هون. certain otitis media, acute otitis media, uncertain, severe, non-severe. فهلا احنا عنا عشان انت هذا السلايد يلملم كل الموضوع. الاوتايتس ميديا الثلاث انواع شرحناهم هم اكيوت واوتايتس ميديا وذ افيوجن قلنا قبل او بعد، وكرونيك اوتايتس ميديا هاي اللي بتيجي وذ بيرفوريتد. تمام. بس حتى الاكيوت اوتايتس ميديا عندنا ثلاث اربع انواع. سيرتن ايش بحكي لك تعريف السيرتن؟ سيرتن اوتايتس ميديا واكيوت اوتايتس ميديا ريكوايرز اول ذا فولوينج، اني عندي رابيد اونست of sign and symptoms، بيجوا بسرعة symptoms، عندي effusion middle ear effusion بيأكد لي اياه الدكتور لما بشوفه بالاوتوسكوبي، عندي inflammation. تمام. بوجود بقول لك مثلا انه مبين انه دانك حمراء، واوتالجا. ايش اوتالجا؟ اللي هي ear discharge. هدول الثلاثة اذا وجدوا بالأكيوت otitis media بحكي انها certain. Uncertain acute otitis media not all three criteria are present. يعني ممكن ألا عنده inflammation ما ألا عنده effusion، ممكن ألا عنده effusion ما عنده rapid onset، يعني symptoms أجت بس مش بشكل rapid. تمام. Severe acute otitis media بسأل عن ال ear pain والفيفر. ال ear pain لازم يكون moderate to severe، والفيفر بده يكون 39 أو أعلى لحتى أحكي إنه عندي severe acute otitis media. النان سيفير بده يكون مايلد اير بين، والفيفر 39 او اقل. شايفين يعني كل شيء فيه شيء مميز. سيرتن ثلاثه لازم يكونوا موجودين، انسيرتن مش ضروري الثلاثه يكونوا موجودين. السيفير لحتى احكي عندي سيفير بسال عن شغلتين، البين والفيفر. اذا البين كانت مودريت تو سيفير فهي سيفير، اذا الفيفر كان 39 او اكثر فهي سيفير. وحده منهم، يعني لاحظ انا عندي اور، وحده منهم حققت هاي الكرايتيريا فهو سيفير. يعني لو كان عندي مودريت بين والفيفر اقل من 39 فهي سيفير. تمام. لو كان مايلد بين والفيفر فوق 39 فهو سيفير. نان سيفير هي المايلد اير بين والفيفر اقل من 2. لازم الاثنين يكونوا محققين الشرط لحتى احكي نان سيفير. لازم البين يكون مايلد والفيفر اقل من 39 حتى احكي انها نان سيفير اكيوت اوتايتس ميديا. اوكي يا جماعه، هل الموجود بهذا السلايد احكي كله مشروح تحت؟ مشروح. بس هلا بين الستيرتن والسيفير اللي هي الحراره معناته سيرتن ماله سيرتن ما في حراره. لا سيرتن يا يعني ما دام هو سيرتن برجع بحكي هل هو سيفير ولا نان سيفير. برجع سيفير او نان سيفير. اوكي. يعني سيرتن سيفير ولا نان سيفير، يعني انا بالسيفير نان سيفير بهتم بالبين والفيفر كسان اند سيمبتومز. هذول الاثنين من سان اند سيمبتومز بسال عنهم. يعني ممكن يكون سيرتن وسيفير او سيرتن ونان سيفير، ممكن يكون انسيرتن وسيفير، انسيرتن ونان سيفير. معناته دكتوره هيك الاوتايتس ميديا نوعين، مش اربع انواع. نحكي عنها سيرتين وانسيرتين، والسيرتين من اسم سيفير يعني حنحكي الكرايتيريا اللي بتحددها. يعني ممكن يكون سيرتن، ما هو بكثير بتدخل بالاحتمالات هنا. سيرتن هاي هون، طيب سيفير هيك بدنا، نان سيفير هذا صح. الانسرتين ممكن يكون سيفير نان سيفير. صح كلامك يا حمد هيثم. تمام. سوري كنترول بي. صح يا هيثم. كي شو صار عنده؟ كنت عم بشرح هارت فيلير. وين رحنا؟ هون. مفهوم هلا يا جماعه؟ بس هلا الانسر كان سيفير نون سيفير ايش يا جماعه؟ بدنا نكمل الجمله. اذا كان من النوت اول ثري كرايتيريا ار بريزنت، اذا كان الموجود من الكرايتيريا، يعني افرض مثلا انسر كان جاي انه جاي من انفلاميشن وميدل ايل افيوجن، ما عندنا ساين اند سيمبتوم، بتزبط ولا ما بتزبط؟ هل جملتي صحيحه؟
لما نقول uncertain not all criteria are present. طب افرض انا عندي inflammation ما عندي sign and symptoms، هيك صح الجملة؟ ولا ما عندي rapid sign and symptoms؟ مو صح، لانه sign and symptoms من ضمنها الفيفر والبين. لا لا مش هيك الجواب. sign and symptoms ممكن تكون fever وبين واوتيريا. طب ممكن يكون اوتيريا لحاله. انا قصدي بالسؤال انه لحتى اصلا يكون عندنا اكيوت اوتيتس ميدا لازم يكون عندي ساين اند سيمبتومز، واحده منهم او كلهم، بس المهم يكون رابد اونست. يعني الانسرت النقطه فيها اذا ما كانت موجوده يمكن يكون عنده ساين اند سيمبتومز بس مش رابد اونست، بس اكيد عنده اكيوت اوتيتس ميدا يكون عنده ساين اند سيمبتومز بس ممكن يكون مش رابد. طيب هلا دايجنوسيس هذا هون يعني رجعنا حكينا زي الموجودين فوق بس مشروح هون بطريقه، وهي التايبس موجوده هون. الريكرنت يا جماعه اكيوت اوتيتس ميدا هاي بدنا نحطها فوق. ريكرنت لحتى نحكي ريكرنت زي هاي مثلا ريكرنت بحاجه لكلتشر زي ما حكيت هنادي. شو تعريف الريكرنت اكيوت اوتيتس ميدا؟ Three or more well documented and separated episodes in the preceding six months. ايش يعني؟ يعني بسأله خلال الست اشهر الماضيه صار عنده المريض ثلاثه او اكثر اوتيتس ميدا وكان separated، يعني اجته infection وتعالج وبعدين قعد فتره كويس وبعدين رجعت اجت عنده ثلاث مرات او اكثر. في تعريف ثاني لها اربعه واكثر خلال ال 12 شهر، وعلى الاقل من هدول الاربعه واحده كانت خلال الست اشهر الماضيه. اذا مره ثانيه شو تعريف الريكرنت؟ بساله خلال الست اشهر صار عنده ثلاث انفكشن او اكثر، او خلال السنه الماضيه صار عنده اربعه واكثر واحده منهم كانت خلال الست اشهر. اذا هذا حكى يس او يس فبسميها ريكرنت اوتيتس ميديا. هاي ما دام عندي ريكرنت لازم اعمل كلتشر واشوف شو هالانفكشن اللي بضل يرجع لها المريض، شو هاي المايكرو اورجانيزم اللي بتضل ترجع له. ممكن تكون مش السيرتوكوكس منه، ممكن تكون اشي ريزيستنت او اشي مش ريجولر. تمام، ريكرنت لازم اعمل كلتشر حتى اعرف شو هي. اشوف في اشي قبل التريتمنت، هاي البكتيريميا برضو ممكن تكون من الكومبليكيشنز اللي هي تسمم الدم. بكتيريميا هي بلد انفكشن. حتى بقول لك مثلا الدكتور يعني دكتور الاذن لازم يعمل هيرنج ايفالويشن كل 3 ل 6 ويكس ان بريس كل تشيلدرن، يعني لانه حرام البيبي الصغير ما بيحكي انه انا مو سامع. ممكن يكون عنده هيرنج بروبلم من الاوتيتس ميديا واحنا مش عارفين، فلازم الدكتور يعمل هيرنج ايفالويشن كل 3 ل 6 اسابيع ان بريس كل تشيلدرن. تمام، هذا الصح يعني، بس احنا فعليا هذا الاشي ما بنمارسه، ما بنوديه كل 3 ل 6 اسابيع على الدكتور حتى يعمل اسسمنت للهيرنج. المحاضره الجايه ببلش بالتريتمنت، بس في اي سؤال على هلا بالاوتيتس ميديا دايجنوسيس سيمبتومز كومبليكيشنز اي شيء مش واضح اسالوني. دكتوره بالاكيوت بيكون في فيوجن سوائل وهيك؟ الاكيوت اوتيتس ميديا هيو يا سوس نرجع للتعريف. سيمبتومز ممكن يكون 1 اور مور، وحده من السيمبتومز اير ديسشارج، بس مش ضروري كل مريض عنده اوتيتس ميديا يكون عنده اير ديسشارج، مش ضروري. ما قال لي اول اوف ذا سيمبتومز ار ريكويرد. طيب سؤال ثاني، معظم الحالات دكتوره هي اللي بتيجي اوتيتس ميديا انه بكون انه في الم، يعني انه Yes. هو هاي الاكثر شيء، يعني هو البين روتاتس ميد بيجي عنده دوخه ديزنس خصوصا بالكبار. الصغار صراحه فعليا بيجي بعيط وما بيشرب ولا بينام منيح ومشكلته بضل يشد دان. هاي اكثر شيء مميز بالصغار انه بضل يشد الدان، وممكن نشوف اير ديسشارج بالصغار برضه.